تحس راسها كدير اللي بغات، كدير اللي بغات، تثق اللي بغات، تقول اللي بغات، تسافر فين ما بغات، تمشي فين ما بغات، تدخل من الخدمه معطله الا كان الخدمه بزاف ماشي مشكل، تمشي تخرج مع صحاباتها ماشي مشكل. ما تحش بان كاين شي واحد اللي كيحقرها، ما تحش بان كاين الاب اولا الزوج اولا الاخ اولا الجيران. بعض المرات كاع ما عرفش كيديروا هنا الجيران حتى هما كيهضروا. المهم لا سوسيتي ولا لي تراديسيون ما خصهاش تحس بان هاد لو سيستم كله ما كيخليهاش يدير اللي بغات. ابخي اللي بغات ماشي ما عرفتش، لكن اللي بغات اللي كتحس. بعض المرات كاينين شي بنات كيقولوا لي انا بغيت نقرا ساعه ما خلاونيش، ولا بغيت نخدم ساعه ما بغاونيش نشد الطوبيس بوحدي، ولا ما بغاونيش ندخل معطله من الخدمه، وكيبقى في الدار. وفي التالي شنو كيكبروا وكيوليو عندهم 30 عام 40 عام، وفي التالي كيبقاو جالسين في الدار وكي سي دوماج. ماشي كنقول كل مره خصها تخرج من الدار، كاينين وحدين اللي بغاو يجلسوا في الدار وهادو لو شوا والحريه ديالتهم. كاينين الناس اللي بغاو يحطوا الزيف، حريه ديالتهم. كاينين الناس اللي ما بغاوش يحطوا الزيف، حريه ديالتهم. كاينه هاد الحريه في لي لوا ديالنا، في القانون ديالنا، في لا كونستيتيوسيون ديالنا، كاينين بزاف ديال الحريات. المشكل ماشي القانون، المشكل هو العقليات. بعض المرات العقليات كتخلي القانون كاع ما كنطبقوهش. هذا هو المشكل، ديجا نطبقوا القانون اللي عندنا، نطبقوا لا كونستيتيوسيون اللي كاينه على الارض الواقع، ومن بعد نهضروا. ديجا هذاك الشيء اللي كاين في لا لوا خصنا نطبقوه. وهذا الشيء شنو خاص لي مونتاليتي يبدلوا. الرجال حتى هما خصهم يعاونوا العيالات، الراجل حتى هو خصو يعاون يشجع مراته. هذا الشيء علاش كنقول البنات اللي مازال ما مزوجينش اختاروا مزيان الزوج ديالكم، لان اما غادي يعاونكم وغادي يكبركم وغادي يزيدوا بجوجكم في الحياه، اما غادي يقول لك جلسي للارض ما ديريش ما تفعليش طيبي ليا وصافي. الا ماشي هادشي اللي بغيتي عندك ردي البال واختاري الزوج ديالك مزيان.